واش نقول لك، العداله يعني العداله الجزائريه، كاين الناس يخدموا كاين الناس ما يخدموا الصح، وكاين يتمنوا من العداله يخدموا خدمتهم ويخليهم يخدموا، وهذا واش نقدر نقول لك انا. دوك العداله الجزائريه يعني صح يا كاين فيها نقائص هكذا كما يقولوا، ان شاء الله تسقم هذا ماك، هذا واش نقدر نقول لك. العداله مستقله ولا مش مستقله؟ العداله الجزائريه غير مستقله. انا نشوفه، انا نشوفه كما يقولوا الدنيا معارف، عندك كما يقولوا دراهم تفوت هكذاك ما يقدروا يديروا لك والو، جات على الزوالي كما يقولوا، العداله جا مور الزوالي. بون، العداله في الجزائر على حسب راي تاعي يعني المتواضع، نشوف باللي احيانا تكون العداله يعني عداله كما نقولوا عداله فعلا، واحيانا اخرى تكون العداله غير منصفه، لانه تتدخل يعني اطراف اللي تدخل بميزان العداله. احيانا يكون القاضي او وكيل الجمهوريه غير قادر على تطبيق قراره لتدخل اطراف اخرى، شفناها في عده قضايا سيرتو خاصه قضايا كبرى. وبصفه عامه العداله هي عداله يعني في الدوله الجزائريه منصفه، وفي بعض الاحيان لا تكون منصفه، وهذا هي الانسان خطأ بطبعه. يعني شويه شويه ما راكش نقولوا يعني لا حاجه 100%، لكن لا حاجه تعرف ما راكش نشوفوها ناقصه شويه، ناقصه من جانب الاخر يعني لحمه انا نشوف فيها تسمى راحك شغل معرفه تعرف كاين اللي يسمحوا له لخ يدير واش يحب يسمحوا له، واللي اللي سرق بلا لخ يواسوه لخ تما يعاقبوه بعقوبه شديده. واش تحب نقول لك؟ صعيب الشيء باش نقول لك على نواجبك يعني بكل صراحه، هذا لليوم ما كانش عندي يعني مشكل مع العداله الحمد لله على كل حال، ولكن نظن من الاخبارات يعني اللي يجوا منه ومنا الجماعه يتحدثوا عليها، هي تعرف عداله شويه فيها كما نقول فيها طول مطوله، واحد يكون عنده هذاك تعرف يطوله، هذه هي هذه نظن. درك باش نهضر لك يعني على دقة على العداله هذه ما يعني جي با ايتي كونفرونتي ا دي بروشي ولا جي جينيرالمون اون دي سوفون كو لا جيستيس سي لونت تري لونت. اخويا العداله في الجزائر ماهيش نورمال، راني نشوف القانون ماهوش يطبق على الجميع، تما على حسب حسب النفوذ تاع الفرد في المجتمع. هذا واش نقدر نقول لك يا اخو، الحاله ماهيش مستقل، نو ما شكيتش كيما نيتش باسكو ما تطبقش على جميع الناس، ماشي جميع على حسب صح واحد زوالي بالك تجي عليه، بصح واحد عنده نفوذ ما باليش انا الله اعلم. نورمالمون هو كاين قوانين كاين فولو لي زابليكي خلاص سي سا. المشكل تاع العداله هو في تطبيق القوانين، لا لازم تطبق القوانين، فو ابليكي القانون كما ينبغي خلاص. العداله في الجزائر يعني مستقله ولا ماهيش مستقله؟ مازالت لازم وقت لازم الذهنيات شويه تبدل امتي بو، فهمت؟ هي العداله هي كلشي، سي ليليمون برينسيبال في لو بي. سي العدالة فونكسيون يعني سولون لا ريغليمونتاسيون كلش البلاد تمشي كونفورمومون، يعني تمشي كيما الدول الاخرين نورمال. ما عديناش يعني على المسار تاع العدالة في الجزائر يعني كمواطن، بس حسب ما نسمعوا انا نظن فيه قوانين تساعد المواطن الجزائري، تساعد القوانين اللي كاين درك. كاين ظروف تاع كيفاش المواطن
يكون في العدالة هذه بالك تخص العقلية تاع الناس كيفاش يعني يطبقوا القوانين. ثم حاجة أخرى، مين نظن بلي القوانين كاينة وتساعد المواطن الجزائري. المشكلة هو في يعني في كيفاه التطبيق، كيفاش العقلية تاع الناس اللي حاكمين يعني المناصب تاع على مستوى العدالة، هذيك حاجة أخرى. لازم الشعب يكون واعي كسوسوا يكون في منصب ولا غير منصب باش يطبق القوانين ويساعد الشعب. هذه هي أمر من نظن القوانين كاينة وفيش مشكل في القوانين، سورتو يعني في المومو هذا اللي احنا فيه نحسوا باللي الدولة قاعدة تحسن في القوانين لصالح الشعب ولصالح يعني بصفة عامة هكذا.